طبعا الحال اليوم كانت عندنا لقاء بمقر وكالة بيت الملك قوت الشريف. وكما نعلم هذه الوكالة تقريبا 25 سنة أو أزيد 25 سنة وهي تشتغل ميدانيا في القدس للحفاظ على الهوية المقدسية للقدس ولدعم المقدسيين. وهذه الوكالة هي طبعا تحل الذراع المالي والميداني للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وأكيد وقفنا على مجموعة من يعني الأعمال الميدانية واللوجستيكية والمالية التي تقوم بها الوكالة لفائدة أبناء القدس الشريف. وأكيد الوفد البرلماني من عدد الدول الإسلامية يعني وقف شاهد عيان على ما تقوم به الوكالة، مع العلم على أن هذه المعطيات سبقا قدمناها لهم في عدد من المؤتمرات. لاتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف شكل فرصة للاطلاع على ما تقوم به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحماية المدينة ودعم مؤسساتها وأهلها في كل الظروف، في الشدائد كما في أيام الرخاء. طبعا استعرض السيد الأمين العام للاتحاد هذه الجهود بطريقة شكر وامتنان للمملكة المغربية على ما تقوم به. والوكالة طبعا بهذه الفرصة أعلنت عن حزمة جديدة من مشاريع التنمية البشرية لفائدة جمعيات المرأة الفلسطينية في القدس، ومشروعنا لدعم المزارعين في موسم قطاف الزيتون، ومشروع شتاء دافئ، مما يجسد استمرار عمل الوكالة رغم الظروف المحيطة بالمدينة المقدسة في هذه الأيام للأسف الشديد.